تشاهدون في رمضان. هنا مع سنة المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى. هل هناك عيش أطيب من العيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هناك حياة أحسن من الحياة مع سيرته عليه الصلاة والسلام، والتي ربى فيها الأمة على حسن التعامل مع الله ومع عباده؟ لا والله، إذ هي ترجمة عملية لكتاب الله العزيز، هي عيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فكم ضال وجد في السنة هدايته، وكم حائر أزالت السنة حيرته، وكم جاف للطبع ألالت السنة قسوته وغلظته. رياض سنة امتلأت رحيقا، أناهل عذبها لا ليس يشقى. في رياض السنة ومع زميلي الفاضلين، كونوا معنا. تزوج